مرحبا أصدقائي متابعين قناة العربية للشطرنج، كيف الحال؟ إن شاء الله الجميع بخير. امبارح في المسابقة حكينا أو كان في سؤال لعلي المومني عن الدوركين أوبنينج أو السوديوم أتاك. طبعا هاي تعود نسبة لروبرت دوركين، هو اللي كان يلعبها. هسا أنا معرفش إذا هو كان جراند ماستر، بس هو تغلب على كثير من الجراند ماسترات. هو كان بطل نيو جيرسي، وهذا الجيم بينه وبين سبيلمان. سبيلمان يعني جراند ماستر قوي جدا، متغلب على كابابلانكا والياخين وتارش وتارتاكوبر يعني له جيمات خيالية. فروبرت دوركين تغلب عليه في هاي الجيم، فالظاهر انه دوركين كان كمان جراند ماستر قوي. انا ما بعرف عنه كثير، بعرف انه في له كتاب، بس بعرفش طبعا وين كنت لاقوا هذا الكتاب. بس هو الوحيد اللي كان يلعب النايت على الاي 3، وسميت هاي الافتتاحية باسمه. حتى لما كان يكون مشارك كان يقولوا نايت 3 اوبنر، يعني اجا صاحب النايت اي. فخلينا نشوف جيم من جيماته، وبرضو الواحد حلو يعرف انه كان في افتتاحية زي هاي. طبعا ماغنوس كارسن لعب هاي الافتتاحية في احد جيماته، وكانت في تصفيات بطولة العالم، اعتقد كانت ضد دينج، اعتقد مش متأكد، بس راح احاول ادور عليها. بس انا شفته مرة لعبها، عشان هيك ظلت في مخي انه كيف ماغنوس لعب النايت على الاي 3 بالافتتاحية. انا ما كنتش اعرفها والله، بس من سنتين بس عرفتها. فهنا روبرت دوركين لعب نايت على الاي 3. وين راح النايت؟ ايه اختفى النايت، شكلها الافتتاحية فارطة من اولها. شو صار بالرقعة؟ وين الشاي؟ شنو هذا يا كون راح النايت؟ الله ربي الأعلى. A6 ايه ايه ايه، شو هذا؟ كل الحركة بتعملها بتختفي. ظبطنا الرقعة ورجعت القطعة تبين. نايت على A3، وهنا بون على E6، بون على F4، وهنا بون على D5. طبعا بدنا نمنع النايت من الوصول على C4. اللي انا شفته بالافتتاحية هاي، يعني اللي انا شفت له جيمات لدوركن، ان هو بيلعب F4 وهنا بيلعبه D4. بس اذا اجا هو مثلا لعب الجراند ماستر او الخصم، يعني لعب النايت على F6، هون هو كان يجي بالنايت على C4 فورا، وهنا كان يجي يطرد، وبعدين هو يجي هنا وتتم العملية كالآتي. بكمل برجع هنا، ولا مش عارف وين بروح، النايت يجي هنا، بعدين ببلش يطلع بالقطع. يعني افتتاحية شوي معقدة وإلها خبايا طبعا أكيد، يعني دوركن متغلب على كثير فيها. يعني هو كان بس يفتح فيها لما يكون بالأبيض، فدارسها دراسة كويس هو. مش عارف شو اللي يعني شو خباياها شو كذا، والله مش عارف. أنا عمري ما شفت واحد بلعب فيها غير مثلا كارسن مرة لعبها اعتقد قدام دينج، فم يعني مش مبين لها، يعني مش شايفها افتتاحية قوية، ولكنها افتتاحية مسجلة. ودوركن متغلب فيها على كثير، يعني هو كان بطل نيو جيرسي، فاكيد افتتاحية لها خباياها. ما علينا، هنا نايت على الاف 3، وهنا كمل نايت على الاف 6. اي 3 طبعا بعرفش ليش بقدرش مثلا انه هو ياخذ النايت مباشرة، يعني بعمل له دبل بون على عمود الـ A، وطبعا البونز على عمود الـ A مش بقوة البون اللي على عمود الـ B. بس أكيد سبيلمان عارف بيلعب مع دوركن، ودوركن دارس هاي الافتتاحية كثير كويس. فما علينا، هو نايت على الـ F6، بون على الـ E3، بون على الـ A6، وهنا بيشوب على الـ A2، بيشوب على الـ D6، وهنا تبيت من الأبيض، وهنا نايت على الـ D7، بون على D3، وهنا بون على C6. طبعا لحد هسه ما فيش اشي الواحد يفسره. كوين على E1، تبيت من الاسود، وهنا كوين فورا على H4، مدام بيت على جناح الملك، فقال لك انا بجيب الكوين وببلش اضغط على جناح الملك. روك على E8، بون على G4، طبعا بجهز يدز البونز ويعمل ستورم. هنا بون على ال H6، هنا بون على ال G5 طالب تكسير، رجع بالنايت على ال H7. ليش ما كسر دغري مثلا؟
مثلا لو كسر شو بده يصير؟ باخذ بطرد النايت، النايت هلا برجع مثلا يعني. مثلا طيب الوضع جيد تقريبا، حتى الاسود بيقدر يعمل هجوم. على كل الاحوال اذا في واحد شايف اشي يحكي لنا. هون رجع بالنايت كوين على ال h5، بون تيكس، نايت تيكس، وهنا نايت تيكس، وهنا بون تيكس. طبعا هيك في شوية افضلية للابيض. نايت على ال e5، وهنا بون على ال d4. رجع بالنايت على ال g6، وهنا بيشوب على ال d3، مهددين ناخذ النايت ونعمل شوية هجوم على جناح الملك. بيشوب على ال e7 طالب البون، وهنا الروك على ال f7 تيكس بون. لا في منه الحكي، في شوية لعب في الموضوع. طيب هنا رجع بالنايت طالب القلعة، وهنا بيشوب على ال h7 تشيك ميت. والله حلو الجيم، بس يعني برضو انا مش فاهمها الافتتاحية هاي كويس. يعني شايف اللعب فيها كله على الاطراف، فيش اشي بالوسط، والسنتر عندك ضعيف، يعني تقريبا مش هالسنتر القوي، وقطعك بتطول عبالنا تطلع. فشو شايفين؟ كيف شايفين الافتتاحية؟ هاي الافتتاحية اللي حكينا عنها امبارح بالمسابقة. طبعا في بعض الاخوان، واحد هو مش بعض، بقول لك النايت من حفة لحفة باخذ 5 نقلات. انا حاط لك فيديو هسه هون في اخر الجيم عشان تشوف انه الحصان من حفة لحفة بياخذ 4 نقلات. هذا سؤال كان امبارح بالمسابقة. يعطيكم العافية وسلامات. هاي الحفة الأولى. هلا خلينا نقول اجى النايت هون على هاي المنطقة مثلا، خلينا نقول النايت اجى هون. هلا بدي اروح على الحفة الثانية ب4 نقلات. خلينا نقول هاي نقلة وهاي نقلتين، بعدين هاي 3 وهاي 4 نقلات. هاي وصل الحفة الثانية، فالنايت من حفة لحفة بياخذ 4 نقلات مش 5.